بسبب مصطفى. مصطفى ماشي على دواء كهربا ودواء غده درقيه من اول ما اتولد هو واخوه. امي وكانوا بياخدوا لبن صناعي، امي وابويا عملوا اللي يقدروا عليه، وانا عملت اللي اقدر عليه، خارجه من بيتهم مدينه في 26,500 بسبب العلاج، بسبب اروح اجيب العلاج شكوك، اروح استلف من اصحابي ومن خالاتي ومن هنا وهنا، لغايه ما بقيت مدينه في 26,500، والاخر انا اللي سدهم برضه. لما اتطلقت ما رضوش يدوني جنيه، ومخرجني يعني يعتبر بلبوس. المهم من هنا خرجوكي بولادك؟ خرجوني بولادك، كانوا طاردني اصلا مره قبل كده، ضربني في اخر الطلاق هو ومامته، ورفعت عليهم قضيه. مش اول مره يحاولوا يموتوني. لما خلاص اصريت على الطلاق والكلام ده كله وحصل الطلاق، قاموا قافلين عليا البوابه وانا رايحه اشوف حاجتي، وقاموا ضربني هو ومامته، وبطني مفتوحه من هنا لغايه ظهر، وعامله عمليتين ومركبه شبكه وكان طالع تقرير طبيب شرعي، وغير كده وكده، واخدين حكم في المحكمه كل واحد فيهم هو ومامته، وكان طالع لي برضه شروط في قتل. ايه بقى؟ حكم بالسجن ليه هو ومامته، وما اعرفش بقى راحوا دفعوا. انتوا ما تدافعش عنك، ده ست زيها زي اللي كانت بتضربني معاه، وابوه واخواته واخته واقفين فوق وهم قافلين البوابه. كله يا بنتي علشان عايز اخد علشان عايز اخد بقيت حاجتي كمان اللي والدتي جايباه، مش حاجته هو ولا خشب، انا بريته من كل حاجه، ما خدتش اي حاجه، وهي واخده عفش قدام الناس كلها، وكان ممكن اعمل لها قضيه تبديد عفش، قلت في داهيه قصاد ان انا اخلص منهم. قفلوا عليا البوابه وضربوني لما لغايه ما كانوا بيموتوني. ومش اول مره، كذا مره طردوني بالعيال، وكذا مره ضرب، وكذا مره صويت، الناس موجوده اللي عايز يسال يجي يسال. انا ما اقدرش اقول اكتر من ان انا شفت الذل معاهم. انا واحده مش عاوزه ارجع له، مش هرجع له بالعافيه، اللي يخليني اصرف على ثلاثه اديني بصرف على اثنين. اقدر بس انا اعالجهم واربيهم. انا دلوقتي ما عدتش قادره الا اوديهم مركز تخاطب، مكتوب لهم كل واحد 5 جلسات في الكهرباء، ما عدتش قادره اديهم وما عدتش بديهم دروس، ما بوديش. حاولوا يخطفوهم كذا مره بالذات بعد القضيه. هم ليه بقى؟ علشان ما تصرفوش عليهم، نازل عن القضيه وقطعوا عليكي. اخوهم احمد كان واقف من كام يوم بالظبط على الشارع وبينادي العيال قدامك هيساليها، بيقول له تعالى يا ولد تعالى هديك فلوس هديك فلوس، عشان يخطفوهم ويخلوني اجري وراهم. السبع اللي فات خاطفينهم قبل كده 6 مرات، والمحاضر كلها مكتوبه في الاقساء، وعملت 100 محضر يروح يمضي لي محضر عدم تعرض، محدش بيروح يمضي لي محضر عدم تعرض، لغايه ما حصل اللي حصل. ويوم ما خطفوهم، يعني مش عاوز اقول لك، انا عامله 100 محضر لغايه ما الاسم نفسه بقى يزهق مني ويفكرني بتبلى عليهم، لغايه ما في مره من المرات اتاكدوا ان انا فعلا ما بتبلاش عليهم. حاسه يا هبه اللي انت هتعمل فيكي كده؟ انا اتضربت على الشارع، يجوا يفرجوا الكاميرا بتاعت صلاح اللي على الشارع عندهم، اخو احمد واخته تهاني ضرباني في نص الشارع في يوم كانوا خاطفينهم وطالعين مطلعينهم من قلب بيتهم، لولا ان العيال عندهم فرط حركه شديد ما بيقعدوش، وهم بيتشكلوا وبيضربوني على الشارع. بقول لهم انا عارفه ان العيال عندكم ضربوني الاثنين، واوسخ شتايم الكاميرا اكيد لقطهم، يجوا يفرغوا الكاميرات وتقول لي بمنتهى البجاحه خطفهم وراح اعمل لك محضر ايمان. وبعد ما ضربوني علق رحت القسم عملت محضر بعد ما الناس طلعوا لي. لما تقول لاخوها سيبها في حالها او ساعدها، قلتك يوم الخط قول لها خطفهم وعملك محضر اهمال. يوم ما كان بيحاول يذبحني، يوم ما كان بيحاول يذبحني، اخته وجوزها واقفين قدامنا عيني في عينهم كده، ومشغل له التوك توك، واقفين يتفرجوا عليا وانا بتذبح، والناس قايله لمامتي امه وابوه واخوه احمد التاني واقفين من الناحيه التانيه عند بيتهم قاعدين قدام الباب يراقبوا من الناحيه التانيه، وهو واخوه واقفين لي في الارض الضلمه، لغايه ما جرت يا دوبك بس فلتت رجلها وبتقفل في البوابه. ده اخوه خبطني خبطه وجاري رايح يقابله، الارض دي فيها حته مفتوحه كده اللي هم دوروا منها وجوم، واقف يراقب له المكان، والتاني واقف يقطع فيا قدامهم واقفين يتفرجوا عليا. انا شايفاهم طول ما انا واقفه اتكلم انا وجارتي، قعد يشرح فيا هنا من عند الشرايين عشان يحاول يجيب الشرايين، وهما بيبقى على لسانه جمله واحده بس، والله لا اذبحك، انا حلف لا اذبحك، والله لا هذبحك وهشوهك وهموتك، ما متش هتعيشي متشوهه طول عمرك، انا ما سمعتش منه غير الجمله دي.